رمضان تجلى وابتسما وبه العبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما وبه العبد إذا اغتنما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له من فاجره غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيئا. إفطار جماعي مقدم. الروح المرحومة تمام خليل والروح المرحوم حسين حمد من الابن عيدة رحمهم الله وأسكنهم الله الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين. اللهم اجعلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.